كيف يدفع الإنسان الرياء. ورد حديث ضعيف فيه أن النبي قال لأبي بكر: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لكن سنده ضعيف. لكن هناك أسباب، إذا قلته كدعاء لا بأس، اللهم اصرف عني الرياء. أيضا إذا قمت من الليل تصلي صلاة الليل لا يراك أحد، فهذا من تقوية ملكة الإخلاص بإذن الله تعالى. تصدق في السر، صلي في السر. نعم.